بالهوني اللي قلت الهوني، انا الهوني نقولها ونعاودها ما وصلش لمستوى الكاريير اللي عملها طارق التايب، هذه نعاودها ونقولها بالفم مليان. ويبقى الهوني كيما الهوني كيما فينيسيوس بار اكزومبل في ريال مدريد، انا مشيت لك المستوى العالي جدا. نعم فينيسيوس كي نحط فينيسيوس وكرويف ولا فينيسيوس وجورج بيست نشوف الفرق. مانيش باش نقارن لك فينيسيوس بالهوني، انا بقارن لك فينيسيوس بجورج بيست. تفكر جورج بيست بعد ما يدريبل ب10 يعطيك بوطو، اما فينيسيوس يدريبل بمليون وساعات يدخل في حيط اكثر الاوقات 70% يدخل في حيط. هذيك الاخره بوتيتر نتاع الصغر نتاع كذا ما نعرفش عليه. نفس الشيء بالنسبه للهوني الاخره تتعدى بعد في الاخره. هذه يا اخي هذه هي ما كان باسور ديسيز، معناتها باسور ديسيزيف في التاريخ. يا ولدي باسور ديسيزيف زاد، انا كي تجيني 10 مطلوب منه انه باش يباسي، كي تجيني 10 حالات باش نعطي دي باس ديسيزيف، علاش على 10 نعطي واحده، على 10 نعطي اربعه، علاش نخسرهم؟ هذه هي المأخذ نتاعي الهوني في بيريود معينه، معناها بيريود معناها نتاع يلعب هو والحيط معناها وحدهم، فهمتني؟ معناها جات فترات اللي تقول السيد هذا كيفاش قاعد يلعب في الكوره، لانه هو وقتها الفولي سيرباسي الغياب الفورمه عنده بالزايد وطاح في المحظور. نفس الشيء توا رغم استعادته الفورمته معناها بارابور لقبل بارابور لاخر سيزون عمناو واول سيزون سنا، تبقى ديما هيك الضريبه الاخرى. يا سيدي مش بالضروره باس ديسيزيف، على الاقل ما تضيعش فيها كوره بعد مجهود كامل تعمل وانت باش توصل للديزويت تضيعها دون فاسون معناها هكاك ملخبطه، مش معقول ما يليقش بيك. اذا كنت تحب كاريرك تولي كيما كارير طارق التايب اللي هو صعيب شويه.